السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنستعرض عليكم برنامج من أقوى البرامج اللي بتستخدم في إصلاح الفلاشة التالفة أو اللي مش قادرة تقرأ أو اللي ما بتقبلش النقل أو اللي هي محمية أو المساحة بتاعتها مش كاملة. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولانية اللي احنا هنعملها إن احنا نفتح المتصفح بتاعنا، تمام كده اهوت. وبعد ما يفتح معانا متصفح هنضغط على اللي هو جوجل، نجيب المتصفح بتاعنا، يبقى خانة محرك البحث جوجل. بعد كده هتيجي في اللي هي محرك البحث من فوق، تضع الرابط ده اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو، تضغط على انتر. تمام، هتفتح معاك الصفحة بتاع تحميل البرنامج. البرنامج ده الميزة فيه ان هو بيدي لك نسخة مجانية تقدر تشتغل بيها، تمام، اللي هو اسمه ايمو بارتيشن، تمام كده اهوت. ده بيستخدم في اصلاح الفلاشات التالفة، زي ما حضرتك شايف كده عدد الداونلود للبرنامج وعدد المستخدمين، وان ده احدث نسخة اللي هي 2023. كل اللي حضرتك هتعمله هتضغط على داونلود فري وير، تمام كده، يعني برنامج مجاني، وهتنتظر لحد ما تبدا عمليه التحميل. زي ما حضرتك شايف كده عمليه التحميل عندي بدات، تمام. طبعا انا مش هكمل تحميل الملف لان انا حملته قبل كده، هندخل على طول على عمليه السيت اب. بعد ما نزلنا البرنامج هنبدا ندخل نجيبه من الفولدر بتاع التنزيلات، تمام كده. هدخل على التنزيلات، تمام، هلاقي هو ده البرنامج، هاخده قص احطه على سطح المكتب بتاعي وابدا عمليه السيت اب. طبعا البرنامج اهو، هبدا اضغط عليه ضغطتين وابدا اقول له نعم. طبعا هنا بيقول لك اختار اللغه اللي انت هتسطبه بيها. طبعا من الحاجات الكويسه في البرنامج ان هو بيدعم اللغه العربيه، فانا هروح اعمل اللغه العربيه، ممكن بعد كده نبقى نعدله للانجليزيه من داخل البرنامج لو حضرتك حابب. هقول له اوكي، هنتظر الحديث ما يبدا عمليه السيت اب، تمام. هبدا ادخل على اللي هو تري، يعني ان انا اتخطى، اقول له سكيب وابدا اعمل له عمليه تثبيت مجاني. طبعا البرنامج ده برنامج مدفوع بس في امكانيه ان انت تستخدمه بالمجان. هقول له تثبيت الان وانتظر الحديث ما تنتهي عمليه تثبيت البرنامج. لحظات بسيطة. لحظات وهتظهر أيقونة البرنامج على سطح المكتب. زي ما حضرتك شايف كده الأيقونة بتاع البرنامج ظهرت على سطح المكتب عندي. هبدأ أقفل بقى اللي هي الخانة بتاع السيت اب، دي الأيقونة بتاع البرنامج. هبدأ أضغط عليه عشان أشغله، تمام. هو هنا هيفتح الصفحة بتاع البرنامج، بيوجه لك يعني إيه إن هو تم التثبيت بنجاح، يعني وإنت تستمتع بالبرنامج، وفي نفس الوقت بيعرض عليك إن النسخة بتاعتك دي نسخة مجانية. لو إنت حابب تستمتع بباقي الخصائص اللي موجودة في البرنامج اشتري، تمام. فإحنا هنشتغل بالنسخة المجانية. أضغط على البرنامج ضغطتين عشان يبدأ يشتغل معايا. لحظات بسيطة. هقول له نعم. زي ما حضرتك شايف كده فتح معايا البرنامج بالصورة اللي حضرتك شايفها. طبعا البرنامج فتح باللغة العربية زي ما انا اخترت. طب انا لو حابب ان انا ارجعه مرة تانية للغة الانجليزية، هتضغط على اللي هي التلات شرط اللي فوق الدولة، تدخل على حاجة اسمها الإعدادات، هيبدأ يفتح معاك على طول اللي هي اختيار اللغة. هبدأ أحوله للغة الإنجليزية لو أنا حابب، هضغط تمام. لحظات هتلاقي حضرتك البرنامج اتحول معاك إلى اللغة الإنجليزية. الخطوة الأولانية اللي أنا هعملها إن أنا أدخل الفلاشة في قلب جهاز الكمبيوتر اللي هي الفلاشة اللي فيها مشكلة. هبدأ أعمل لها عملية إدخال، تمام كده. هقول له نعم، هننتظر لحظات بسيطة.
هتبدأ تظهر معايا بالصورة ديت، هبدأ أقف عليها وأضغط كليك يمين وآخد اللي هو أدفانسد وآخد اللي هو شيك بارتيشن، تمام؟ يعني التشيك على البارتيشن لو في أي أخطاء هيصلحها، تمام؟ وبعد كده أختار الخيار الأولاني اللي هو شيك بارتيشن أند فيكس إيرور، يعني يشيك على البارتيشن ولو كان في أي أخطاء يعمل لها عملية إصلاح. هضغط على أوكي، تمام كده، وننتظر لحد ما تنتهي العملية وتوصل 100%. هو طبعا بيقول لي إن عملية تشيك تمت بنجاح. هضغط على أوكي، تمام. أهم حاجة في الخطوات اللي إحنا بنعملها إن حضرتك تعملها بنفس الترتيب اللي أنا عملت بيه الفيديو. طيب بعدين هروح واقف مرة تانية على الفلاشة وأضغط على حاجة اسمها ديليت بارتيشن، أبدأ أعمل عملية ديليت للبارتيشن، تمام كده اهوت. اقول ديليت بارتيشن، تمام، اللي هو اختار الخيار السريع. ممكن اخد برضو الخيار اللي هو اللي تحت ده، تمام، بس تخليك حضرتك في الخيار اللي هو السريع. تبدأ تضغط، تمام كده اهوت، وتبدأ تنفذ العملية من فوق اللي هي ابلاي، تمام، وتبدأ تضغط على الخيار ده وتقول له يس، تمام. هيبدأ هو يعمل عملية مسح للبارتيشن زي ما حضرتك شايف كده. العملية تمت بنجاح، تمام. أنا كده مسحت كل الحاجات اللي كانت موجودة على الفلاشة، يعني لو كان فيها أي مشكلة تم حل المشكلة بالكامل، ولو كانت محمية أنا كده فكيت الحماية بتاع الفلاشة. هتبدأ تضغط عليها مرة تانية، تقف عليها تعمل عليها كليك يمين تضغط على حاجة اسمها كرييت بارتيشن، هتبدأ تعمل لها عملية تهيئة من جديد، تعمل لها زي عملية تهيئة من جديد وفي نفس الوقت تنزل عليها السوفت بتاعها. هتضغط على كرييت بارتيشن، تمام كده، زي ما حضرتك شايف كده ظهرت المساحة عندي هنا كاملة بتاع الفلاشة، يعني لو كانت المساحة بتاع الفلاشة من الظهر عند حضرتك كاملة، في الوقت ده هتظهر عندك كاملة. هتختار اللي هو نوع الملفات، الأفضل في الوقت دوت إن أنت تختار اللي هو فات 32، ده افضل خيار في الوقت دوت لتهيئة الفلاشة. بعد كده لو حضرتك حبيت تفرمطها ب ان تي اف اس مفيش اي مشكلة خالص، هختار على اللي هو اوكي، تمام كده، وتضغط على اللي هي ابلاي، تمام، وتضغط على بروسيد، تمام، وتقول له نعم. هيبدأ يعمل لها عملية انشاء لبارتيشن الفلاشة زي ما حضرتك شايف كده. تمت العملية بنجاح، هينتظر هنا لما ينفذها، تمام. زي ما حضرتك شايف كده الفلاشة أصبحت عندي شغالة ومفيهاش أي مشكلة، تمام. هبدأ أدخل على جهاز الكمبيوتر بتاعي، هتلاقي الفلاشة ظهرت عندك والمشاكل اللي كانت فيها تم حلها، مبقاش فيها أي مشكلة خالص أهي. هنفتحها هتفتح معانا. طيب هنبدأ نجرب ننقل عليها أي ملف، نشوف إن عملية نقل الملفات عليها هتتم بنجاح ولا لأ، تمام. هناخد أي ملف عشان نجرب، تمام، مش لازم ناخد ملف كبير، يعني ملف أي ملف عشان نتأكد من إن هي بتنقل الملفات. هناخد مثلا هنا اللي هو فيديو الاستلام الوطني بتاع جمهورية مصر العربية، أبدأ آخده نسخ، هبدأ أقفل، هروح رايح مرة تانية على الفلاشة بتاعتي، تمام، وانتظر لحد ما تفتح اهي الفلاشة اهي. هدخل عليها، تمام، هبدأ اقف عليها واعمل كليك يمين واعمل عملية لصق، تمام. زي ما حضرتك شايف كده تم نقل الملف بنجاح، يعني الملف اتنقل بنجاح مفيش اي فيه مشكلة، تمام. يبقى اصبحت هي قابلة كده لنقل الملفات مفيهاش اي مشكلة. طب لو حبيت بقى ان انا اعمل لها عمليه فرومات بقى من جهاز الكمبيوتر بعيد خالص عن البرنامج، هتبدا عمليه الفرومات تتم بنجاح ما فيهاش اي مشكله خالص بعد ما كانت بترفض ان هي تعمل عمليه تهيئه. تبدا هنا بقى تختار حضرتك نوع التهيئه اللي انت عايز تعمله للفلاش. انا قلت لحضرتك انا كنت بشتغل بفات 32 عشان ما يحصلش اي مشاكل في الفلاشه واحنا بنصلحها. هبدا تختار بقى اللي هو ال ان تي اف اس، تمام كده اهوت، وتبدأ تضغط على ابدأ، تمام، وموافق، وانا انتظر لحد ما عملية التهيئة بتاع الفلاشة تتم. زي ما حضرتك شايف كده اكتملت عملية التهيئة بنجاح، تمام،
وغيرت طبعا التهيئة بتاعتها من فات 32 ل NTFS، والفلاشة ما فيهاش مشكلة، الحماية اللي كانت عليها راحت، تم إصلاح الأخطاء، تم جعلها قادرة على النقل، استرجعنا المساحة الإجمالية اللي كانت موجودة على الفلاشة. المميزات اللي في البرنامج ده إن هو بيسمح ليك إن أنت تستخدمه بدون ما تكون دافع فلوس، يعني هو بيدي لك في النسخة المجانية إمكانيات كبيرة جدا، فأنت بتستفيد بخصائص هذا البرنامج. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد، وارجو ان انت تكتب لي تعليق ورأيك في البرنامج، وهل الفلاشة بتاعتك تم اصلاحها ولا لأ في التعليقات، وانا ان شاء الله هجيب ليك حل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.